السلام عليكم، فيديو جديد في قناة موبو. هذا الفيديو سوف يكون بخصوص الربح من الانترنت. الكثير من المتابعين من أرادوا مواقع ربحية، مواقع استثمارية، سوف كذلك نقوم بمشاركتها معكم سواء هذا الفيديو أو الفيديوهات القادمة. حلقة اليوم حول موقع رائع شخصيا، يعني أعجبت بهذا الموقع وسوف أقوم بمشاركته معكم. لن أطيل أكثر في هذه المقدمة، سنقوم بأن نشرح لك الموقع وطريقة عمل هذا الموقع حتى تقوم أنت كذلك بالعمل والربح وكذلك الاستثمار في هذا الموقع. سبق أن تحدثت يعني عن موقع Money Online Investment. هذا الموقع الذي صراحة يعني أنا شخصيا يعني في البداية أعجبت بهذا الموقع. هناك كثير من الأشخاص استثمروا في الموقع وربح من خلاله، لكن في الأوقات الأخيرة أصبح الموقع يقوم بفرض يعني سياسات صعبة بالنسبة للمستثمرين. يعني بما أنك يعني أنت مستثمر فهو يفرض عليك يعني أن تقوم بالحصول على نقاط من أجل أن تقوم بسحب أموالك. يعني في حال لم يكن لديك نقاط فيمكن لك أن تقوم فقط بسحب يعني 8 أو أظن أنه 9 دولار أو 10 دولار يعني في 60 يوم. يعني في حال كان لديك يعني نقاط يعني كثيرة فتقوم بسحب الأموال أو تقوم بسحب يعني الربح الخاص بك، تقوم بسحبه فقط من خلال يعني يعني على حسب النقاط الخاصه بك. يعني في حال لديك نقاط كثيره فيمكن لك ان تقوم بسحب اي مبلغ في اي وقت، لا يفرض عليك يعني وقت معين. لهذا يعني حاول ان تقوم بدعوه اصدقائك، حاول ان تقوم بالعمل في الموقع، شراء يعني اسهم من الموقع، وكل شيء يعني سوف نتحدث عنه في الفيديوهات القادمة. وكذلك يعني سوف نقوم بأن نشرح لك يعني موقع Money Online Investment، ليس في هذا الفيديو بل في الفيديو القادم سوف نتحدث عن الموقع Money Online Investment والسياسات التي أصبح يفرضها هذا الموقع. فلن أطيل أكثر، مشاهدة ممتعة. عودة لكم مرة أخرى في قناة سموبو. ما تشاهد معي الآن يعني في هذه الواجهة التي تشاهدها معي الآن هي واجهة الموقع الذي سنتحدث عنه اليوم. أهم ميزة في الموقع هو أنه يدعم العديد من البنوك، من أهمها بنك البيبال. فكذلك سنشاهد يعني في الصفحة الرئيسية والتي ستجدها أسفل في صندوق الوصف، فقط التسجيل سهل وبسيط. تضغط على رابط أسفل في صندوق الوصف سوف يحولك إلى هذه الصفحة التي تشاهدها معي الآن. في ويوفر في هذا المكان أي يعطيك هناك العروض التي يقوم بتقديمها الموقع. هناك ثلاث عروض أو ثلاث بطاقات سنتحدث عنها اليوم. فالبطاقة الأولى أو العدد الأول وهو 1% يوميا، تحصل على 1% في حال قمت بإيداع يعني خمسة دولارات. يعني في حال قمت بإيداعها سوف تحصل على 1% من هذه الخمسة دولار يعني في اليوم. في حال قمت بإيداع يعني 10 دولار فما فوق فسوف تحصل على 2% يوميا. في حال قمت بإيداع يعني فوق 25 دولار فإنك سوف تحصل على 3 دولار يوميا. هنا الديراسيون أو هنا بعد لنركز هنا، فأقل مبلغ أو أكثر مبلغ للاستثمار وهو 25 أو 2500 دولار، يعني هو أقصى عدد يمكن أن تقوم بالاستثمار من خلاله. لكن هنا يمكن أن تقوم بالاستثمار يعني في البطاقة الثانية 5000 دولار، وفي البطاقة الثالثة العدد غير محدود، يمكن أن تقوم بالاستثمار أي مبلغ. بالنسبة للديراسيون هنا أي المدة، في البطاقة الأولى يعطيك المدة هي دائمة، كذلك البطاقة الثانية وكذلك البطاقة الثالثة. سننزل إلى الأسفل. الموقع في الطبيعة يدفع وسنريكم إثبات الدفع. فهنا يعطيك الموقع يعني هذه الأشخاص الذين قاموا بإيداعات في الأيام الأخيرة. فتشاهد معي هنا يعني هذا الشخص قام بإيداع 4000، هذا الشخص قام بإيداع 6000، وهذا الشخص قام بإيداع 150، وهذا الشخص قام بإيداع 500 دولار، وهذا الشخص قام بإيداع 25 دولار. الإيداعات يمكن أن تقوم بإيداع البيفكس موني، البيبال، الباير والبيتكوين. هناك الكثير من الإيداعات والكثير من عدد السحوبات التي تشاهدها معي الآن في هذا المكان. يعني هذه آخر الإيداعات التي تمت خلال 24 ساعة. هناك يعني قام أشخاص قاموا باستخراج الموني عن طريق البيفكس موني أو الباير أو البيتكوين أو بيبال. يعني هذا موقع يدعم البيبال، وبهذا يمكن لك أن تقوم بالاستنتاج على أن الموقع حتى الآن يقوم ب
يعني يمكن أن تقوم بالربح من خلاله، يمكن أن تقوم بالاستفادة من أرباحه بشكل عالي جدا. أوكي، فسوف نقوم بالصعود إلى أعلى، ثم نضغط على create account أو sign up في هذا المكان. هنا نقوم بكتابة اسمنا بالكامل، هنا اليوزرنام، يعني اليوزرنام وهو تقوم بكتابة اسمك، يعني مثلا أو الاسم الثاني أو الاسم الأول الخاص بك بالطبع، وتقوم بإضافة رقم على شخص، على شرط أن لا يكون هناك مستخدم من طرف شخص آخر في الموقع. بالنسبة للباسورد تقوم بكتابة الباسورد الأول وتعيد كتابته هنا. هنا تختار الباي بال الخاص بك، تقوم بكتابته بيرفكت موني باي، يعني هذه البنوك، يعني سواء الباي او باي بال، البيرفكت موني، الباي، البيتكوين، يعني هذه الخاصيه او هذه البنوك ليس مفروض عليك ان تقوم بكتابتهم بالكامل. في حال لديك فقط الباي بال تقوم بكتابته هنا، في حال لديك بيرفكت موني تقوم فقط بكتابته هنا الى غير ذلك. هنا الايميل ضروري بالطبع ان تقوم بكتابه الايميل، تقوم باعاده كتابته في هذا المكان. هنا تقوم بكتابة يعني سيكريت كواش، تقوم بكتابته وتعيد ان تقوم بالاجابة عن سيكريت الانشر في هذا المكان، وتقوم بالضغط على الموافقة على الشروط والكونديشن، يعني التيرم اند كونديشن، يعني تقوم بقراءتها في حال كنت تريد ان تقوم بقراءتها، ثم تضغط على ريجستر ويتم تسجيل الدخول في الموقع بشكل عادي جدا. فبعد ان تقوم بالتسجيل تظهر معك هذه الواجهة بعد الدخول الى موقع عن طريق اللوجين، ثم بعد ذلك سوف تقوم بالذهاب الى الميك ديبوزيت في هذا المكان، تقوم باختيار المبلغ الذي تريد ان تقوم بايداعه على سبيل المثال. سوف ننزل الى الاسفل. على سبيل المثال انا اريد ان اقوم بالعمل على اليومي، يعني مدة، اوكي ساقوم بالضغط هنا، يعني اريد ان اخذ يعني 3% من راس مالي، يعني كما تشاهد معي الان هنا، سوف اضغط في هذا المكان. هنا يقول لي على انه اقل مبلغ للاستثمار وهو 25 دولار، ساقوم باستثمار انا 30 دولار، ساختار هنا البيرفكت موني في هذا المكان، وسوف اقوم بكتابة هنا 25 دولار او 30 دولار. اوكي، نفترض ان ساقوم بكتابة هنا 28 دولار مثلا. اوكي، ساختار هنا سباد بروسيس، هنا اختار البيرفكت موني، هنا ميك بيمنت، هنا اقوم بكتابة كود الكابتشا. اوكي، ساقوم بكتابته على هذا الشكل. اوكي خطأت في الكود، 8 4 8 2 2. اوكي، ريفيو بيمنت، سأنتظر. هنا يقول لي على انه يمكن لي ان اقوم بعملية الايداع من خلال الضغط على confirm. من الان قمت بعملية الايداع، وساضغط على المتابعة من خلال هذا المكان، وهنا يقول لي على انه تم استقبال الايداع بنجاح ويشكرني على هذه العملية. سأنتظر الى ان يتم ظهور يعني المبلغ الخاص بي في هذا المكان، بعدها سوف اقوم ب الانتظار الى ان تحصل هنا على ارباح يعني يومية. وحينما احصل على ارباح تضغط هنا فقط على الوداع، يعني الموقع هو مجرب يعني في اوكي ساقوم هنا، يعني عندما يكون هناك يعني لديك يعني مبلغ يمكن ان تقوم باستخراجه، حينها تضغط فقط على وداع، ستظهر معك الخاصية هنا. ان شاء الله سوف اضع لكم فيديو كذلك اخر حول اثبات السحب في الموقع. بالطبع الموقع انا جربته وقمت بسحبه من خلاله، لهذا قمت بمشاركته معكم. الموقع يمكن لك ان تقوم بالايداع عن طريق الباي بال بالطبع، او عن طريق البيرفكت موني او البايا او البيتكوين، نفس البنوك المتاحة هنا يمكن لك ايضا ان تقوم بالسحب من خلالها. على العموم كان هذا كل شيء في هذه الحلقة، وأتمنى يكون الفيديو اليوم حلقة مقدمة لإعجابك. حال أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معك خليل سمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.